السلام عليكم شباب، ويا هلا ومية هلا بربعنا الطيبين. رجعنا وياكم فيديو جديد، واليوم طبعا عندنا مفاجأة. بس قبل لا نبدي من المفاجأة، عندنا تعليق حلو. خلينا نفتر يم الدجاج ونسولف بالتعليق الحلو. التعليق الحلو يقول: من ولد هو مبتدئ بالدجاج وسوالي حافز انه راح اسوي فقرات جديدة، فقرات المبتدئ بالنسبة للدجاج. واحنا ان شاء الله قلنا كل ما تتطور القناة وتصعد راح نضيف وياها شغلات، يعني ان شاء الله بالمستقبل راح نضيف الفسيفس ونضيف البط والقبش ومنها الى اخره. التعليق يقول اذا جبنا بيض مال هراتي، يعني دجاجة هراتي بيضت على ديك هراتي، يعني رس كامل ديك ودجاجة هراتي بيضا، جبنا البيض وخليناه جو عرب، دجاج عرب، راح يطلع البيض هراتي لو يطلع عرب؟ طبعا اكيد، لانه يعني مبتدئ فما يعرف، يعني احنا يجوز هاي الشغله عندنا حتى نضحك، بس هو لانه مبتدئ فما يعرف. فيا اخوي اكيد يطلع هراتي، ما له علاقه بالام ماله، يعني مثلا الام مالته صارت عرب، بس هو الرس ماله يبقى ثابت، اللي هي ام البيضه، بيضه البيضه يا هي الهراتي، فيبقى الرس ثابت. حتى لو جبت بيض البط خليته جوا دجاج العرب راح يطلع بط. فبس حبينا نوضح انه هاي الشغله. فراس، شنو المفاجاه اللي عندك؟ تعالوا نراويكم المفاجاه، اسوي لكم اياها هيك واسوي لكم بالفيديو الجاي اياها يعرفهن. يلا هاي المفاجاه. ما انا ما اشوف، كل شيء ما اشوف لانه شمس، انتم تشوفون. لا راويهم راويهم، يلا شوفوا المفاجأة. بس خطية شيني ميتات من الحر، بس شيني امس جبناهن، البارحة جابهن اخوي الجهالة فبعتهن، يعني شوفوا شلون راح نرتب لهن مكان، راح نخليهن مباشرة ويا الدجاج. ما ادري طبعا، ما عندي معلومة انا بالارانب نهائيا، ما عندي معلومة، بس هو بسيط يعني ما يراد له صعوبة، ياكل ويشرب يعني حاله حال مثلا باقي الحيوانات. فهذن اما شوف الجزر والتفاح، فهذن هاي المفاجأة. هواي طلبوا من عندي جيب ارانب جيب ارانب، هاي اخوي جاب لكم مو انا. فان شاء الله انه راح نقوم نصور عليهن. وهسه جينا يم الفاخت مال اخوي، هذا الفاخت المقنع شوفوا، يعني يختلف ترى عن الفاخت مالنا هذا الاحتيادي. هذا الفاخت المقنع، هاي النثي، هذا شكلها النثي يصير، وهذا شكل الفحل يجي بقناع اسود. طبعا هذا بيضات ومفرخات، واحنا نصور وما ندري بيهن. شوفوا ذاك بنهن، خلينا نصور لكم، شوفوا هذا ابنهن. شوفوا طبعا هسه ردت بيضت من جديد، هاي البيض مالها، شوفوا هذا البيض مالها، هذا مال الفاخت الملكي، اللي هو هذا الفاخت الملكي، شوفوا هذا الفاخت الملكي. الفرق واضح بين بالنسبه للنثي عن الفحل، النثي يصير الجناح مالها ابيض، شوفوا الجناح مالها ابيض يعني، والفحل يصير يجي مرقط، واضح واضح الفرق مال المقنعات. هذا الفرق شوفوا، كبران ما شاء الله كبران. ادري بيكم مال هسه، انتم تقولوا لي عوف الفاخت روح للمينا، خلينا نشوف شنو صار بيها. رايحين للمينا، شوفوا ردينا على الاذيه، شوفوا شوفوا شوفوا. اي مينا 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 مينا، قاعد تسمعون الفرق؟ تسمعون الفرق؟ مينا 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 قاعد احكيها، ريتها تحكي. شوفوا 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 قولوا خلي اطلعهن وارجع لكم.
طبعا ما قدرنا نصور لانه بعد تدرون بهن انتم اي حتى بالايد وتنقر اخ اخ. فخلي هسه نصور على راحتنا، خلينا نشوف شنو صار ما صار. خليه يوقف، شغلت فلاشهم حتى يشوفون عدل. ها فرخ واحد، هذا فرخ واحد، ليش وين البقية؟ ما ادري والله وين البقية، مو احنا شفنا بذاك التصوير اثنين، ما ادري والله. والله خلنا نسأل اخوي، خلنا نسأله وارجع لكم. شوفوا هذا الفرخ، هذا الفرخ مال المينا، شوفوا الفرخ الثاني ما هو يقول، ما ادري يقول يعني هو موجود هنا وما هو اختفى. بالنسبه للاكل ماله هسه بهيك عمر، بس بعد يعني مو هيك، انا بخليه يكبر كلش احتمال اخذه، او اذا ظل بس واحد ما راح اخذه، راح اعوفه لهم يعني. ما يصير يعني، هو تعب عليه هنا وهاي. فهذا بس واحد، والبيض الثاني ما ادري، خلينا نشوفه بالله. طبعا هسه هذا البيض هم فحصته، هذا خلينا نرجعه، خليه يرجع. هذا البيض فحصته فاسد، الفرق ذاك ما هو يعني الثاني، عجيبة أمرهن عجيب. بس هذا واحد، هو هذا بس، هذا بعد ماكو ماكو. فهذا البيض فاسد راح أكسره. طبعا الميزة مال المينا إنه البيض مالها يصير لونه، شوفوا شلون يعني، شيني هذا اللون يا جماعة، أزرق فاتح أخضر فاتح. فهذا البيض فاسد، راح اتركه على مود يظل اني يصير تركيزهن كله على الفرخ مالهن. رجعناهن. مينو 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 مينو، اريد نحكيها اسالكم. دخلت هي النثي اكثر شيء متكلمه. مينو 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 مينو، ماكو، عنفصت. نكسر البيض قدامكم، خلنا نكسر البيض. هذا البيض شوفوها، طبعا فتحتها فتح انا حتى اراويكم. شوف وين صارت الكاميرا، هي وين راحت الكاميرا هاي. اوقف خلنا نطفي الفلاش، طفيت الفلاش. طبعا الريحه ما اسولف لكم، شوفوا هاي علي علي، شوفن علي فازدات هذن يعني، بس فرخين هاي، هم نكسرها هم فازدة هاي، بس ماي، شوفها بس ماي، وهاي هم نفس الشي هم فازدة، شوفها هم بس ماي، شوفها بس ماي، يعني بس فرخين طلع عن المينة. يلا الحمد لله والشكر. طبعا هنا هذا ثاني بياض الهن، اول بياض ما طلع شي، طبعا جينا ما لقينا البيض، وهسه قدام عينكم الفرخ الثاني ما هو. يعني شوف شنو، اكو قضيه يعني، اكو مشكله عجيب، وين جاي تروح البيض، وين جاي يروح الافراخ. يعني بالتصوير ذاك انا ما شفت الصراحه، يعني ما شفت، شفته بس بالتصوير يعني، لا فتحت الباب بعد ولا شيء. فهسه ما هو يعني فرخ ثاني ما هو، وين؟ هل معقوله جاي ياكلنا؟ اقول احتمال ياكلنا، يجوز والله، شوين يروح يعني. فهسه هذا بس واحد، ان شاء الله من يكبر راح نرجع نصوره لكم. طبعا هسه فتحت فيديو حتى اراويكم الحمض اللي دائما اسولف اقول لكم جيبوا حمض، جيبوا حمض باملاح للدجاج. هذا هو الحمض، شوفوا هذا الحمض موجود هنا، ها هذا كله هنا ضاء، يعني هيش اماكن تلقونه. شوفوا هذا الحمض، هسه راح اخذ انا من عنده للدجاج، من دام تعديت منه. ها ناخذ لنا شويه، حتى الارانب هم نطيهن. شوفوا هذا كلش مفيد للدجاج بدال الكالسيوم هذا. شوفوا هذا كلش كافي، ها شوفوا كلش كافي هذا للدجاج. فجيبوا من هذا احسن من تجيبون كالسيوم من السوق، وهذا كالسيوم طبيعي هذا. شوفوا وهاي المكانات تلقونه بيه بالقاع، ظال تارس القاع ترس. وهسه قبل لا توني جيت، طبعا هسه قبل لا راح اذب لهم، اريد تشوفون شو شلون يحبن. شوف باو
يعني رغم ما انه بي املاح بي نسبه مال ملوحه الا الدجاج يحبه، لانه فتشي يعني مفيد الهن، يعني بي نسبه عاليه قلنا من الاملاح، الاملاح الطبيعيه حتى الخضيري. هاكم شوفوا، هاكم شوفوا، راح اذبلهن هم بالماء. شوفوا شوف بابا، انا اقرب لكم. ها شوفوا، حتى الخضير هم يحبه. طبعا الحوض مالهن وسخ لانه شني امس، يجيبن الخيسة منه ويذبهنه هنا بعد شوي ان شاء الله العصر، لان الماي هسه مقطوع، بس يجي الماي راح ابدله الهن. فشوفوا انا بس حبيت اراويكم، شوفوا. فجيبوا من هذا هم غذاء الهن، وهم يعني ببلاش تلقاه بالشارع، وهم ينه كالسيوم. خلي النوبه نذب للارانب. يلا يا ارانب، يا ارانب امير بروز، اكل من هذا الحمض. طبعا هنا وين هسه خايفات، والله خايفات، ما لهم خلق ياكل العسل. لا لا لا، برا لا، لا تطلع برا، لا تطلع، لا حبيبي، عافية عافية. برا لا تطلع، شوفوا. ها ها حبايب قلبي، يعني انصحكم بيها سخوب. جبنا الارانب كلن، جبنا للدجاج كله، للخضيري كله، شنو الخسران بعد انت؟ هسه انت شنو خسران؟ اجيب من هذا وذبل الدجاج. طبعا الخضيريات خلصنا، شوفوهن قرب بعد، شوفوا خلص، ظل بس العوادين. طبعا هسه فرغت الماي مال الحوض مثل ما جاي تشوفون، فرغت الماي ماله وذبيته هذا هنا حتى شوية تتبرد القاع. وهذا الدجاجات علفتهن هسه، بعد ان شاء الله منا لليل هم راح علفن علفة ثانية. الارانب طلعتهن، هذن الارانب شوفوهن، خلني ادنى لكم شوية، هذن طلعتهن لانه الخانة حارة، فهن احتمال الليلة راح يسوي لهن نقرة ويلبدن بيها. يلا مو مشكلة، بعد هو جابهن جابهن. فهذن الارانب شوفوا شحالاتهن، والله حلوات، بس قلت لكم اذيتهن يعني بس الحفر يحفرن، بس هاي اذيتهن والله، اما هن لا والله حلوات. طلبوا من عندي افراخ سعدية. وين افراخ سعدية؟ هي وينها اصلا سعدية؟ ها شوف هاي افراخ سعدية، هاي ثلاثة هذن، شوفهن هذن ثلاثة، ذيك هي سعدية، شوف هذيك، هاي ثلاثة، وبعد وين البقية؟ هذا واحد، هذا واحد، وهذا واحد، ذاك ابن ام جعيص، هذن اثنين، بعد وين؟ الى بدات هسه تلقاها نايمات على البرودة، هذا النيش هناك هم، النيش اثنين، بس هي حاليا هسه خبطت، شي طب وي ام جعيص، شي دخل وي فتون، فخبطت هسه. بالنسبة السعدية، هاي السعدية شوفها، سعدية انتهى فيلمها، قامت تبيض حاليا، جاي تبيض، بس تبيض بيض صغار، مسألة طبيعية لأن شوية الجو حار، الدجاج جاي يصير التركيز ماله كله على تبريد الجسم ماله، يعني يقضيها بس يشرب ماي، بالنسبة للأكل ماله يصير قليل. فليش دائما أنا أكثر شيء أعلفه بالليل؟ نزل الباطي يسبح، طبعا شيء الماي هسه نظيف راح يبدي يسبح. بس حبيت أوضح قضية لأنه نسيت من الساعة هناك يم المينة، شلون تعرف طير المينة؟ النثية من الفحل، الفحل يصير الطوق بعينه، يعني هاي الجفن ماله يصير لونه أصفر، أما النثية يجي لونه أبيض. بس هاي لأنه هواي كتبوا لي بالتعليقات شلون نميز بين النثية والفحل، وإن شاء الله راح أسوي لكم فيديو كامل بعد ما يكبر ابنهن، راح أصور لكم فيديو كامل بس يم المينة، فيديو كامل إن شاء الله. هاي الأرانب شوفوا، طلعن طلعن من جوا، بس شيني اكيد مستغربات لانه اشوف وين كانن، يعني مكانهن اتوقع هن كانن بحديقة، فهسه مستغربات كلش، يعني جاي دوران يجوز هن كانن حافرات وعدهن حفر، فهسه هن كلش مستغربات.
بعدهن يعني مستغربات خايفات ياخذن استقرارهن، بس يحفرن اول حفر بالقاع يستقرن هنا والنوبه يبدن يتكاثرن. طبعا اكيد هو يتكاثر ويتزاوج. هذا نشوفهم، خلوهن هنا على البروده. وهسه رجعنا وياكم بالليل، طبعا المبرده مشتغله رغم ان الجو حلو يعني ما يحتاج مبرده، بس انا شغلتها شويه يعني تبرد الدجاج. هاي الارانب شوفوهن، طبعا هذا الفحل، هذا الفحل ميو ميو، هذا الفحل والنثيه ذيك هاي اللي راحت اول بدايه. راح ناخذ التعليقات. طبعا اخوان ما اقدر اقرا كل التعليقات لان ما شاء الله يعني التعليقات كلش هواي، فناخذ ايش كم تعليق. حسام السعد يقول فرات خوي كثر الفحص للبيض يفسد البيض. صحيح بالنسبه الحكي اخونا حسام، يقول حسام اذا ظلت تفحص بالبيض دائما راح يخرب عندك البيض. هو صحيح ومو صحيح، بس انت شو تسوي؟ تريد تفحص البيض يعني مثلا ورا 11-12 يوم ابدي افحص البيض، بعدها مثلا يوم 18 افحص، يعني مرتين تقدر تفحص البيض، لانه ماكو داعي تفحص بالبدايه وبالنهايه، بس يوم مثلا 11 يعني الدجاجه صاير 11 يوم راقده على البيض تقدر تفحص البيض، وبعد مثلا يوم 18 هم تقدر تفحص البيض، هو يوم 19 ان شاء الله يبدي البيض يفقس. هذا نظام الدجاج يعني مو 21 يوم ضبط يلا يفقس، لا 19 يبدي البيض يفقس ويطلع الافراخ. وعندنا هنا تعليق من حسون، حسون يقول فرات المينا شو وقت اكاثرهن والخانه وكل التفاصيل. بالنسبه للمينا راح اخصص حلقه كامله ان شاء الله بعد هذا الفيديو، او بعد هذا الفيديو ان شاء الله عندنا راح نطلع لكم المكان اثري ان شاء الله وراح نشرح عنه، فبعد هذا الفيديو راح انزل فيديو كامل بخصوص المينا. وعندنا هنا تعليق من ام زينب، ام زينب تقول عندي بش مصري وبعد 8 ايام ويطلع البيض، وصار عندي حاله انه البيض بيه افراخ وجاي يموت، قالوا لي رش البيض حتى يترطب، يعني وهي كاركه البشه على البيض، ارش البيض ماي. طبعا ما ادري رمي علقه علق سمعون، فنكمل تصوير مالنا علاقه لانه تعودنا على الرمي، ف ماكو داعي لانه البش قلت لكم البش ذكي بالنسبه للمصري، اذا كان خضيري كلش عادي وتقدر البشه هي تعتني. اما بالنسبه ليش صارت عندك هيك حاله؟ السبب واضح، لانه الجو حار 100 مره ونرجع ونقول الجو حار، لا حد يكرك بهيك الجو اذا ما عندك تبريد. محمود علي يقول خوي عندي ديش بمرض النيوكاسل، شنو علاج؟ اخوان بالنسبه للنيوكاسل نهائيا ما له علاج لحد الان، الاطباء البيطريين الاجانب والعراقيين وكل الدول لحد الان ما لقت علاج لمرض النيوكاسل، فقط عندنا له لقاح، هذا اللقاح تقدر تطيل الكتاكيت من عمر 10 ايام. واللي هنا يا بعد قلبه وغراضه ننهي وياكم الفيديو مال اليوم، ان شاء الله استمتعتوا ويانا، انتظرونا فيديوهات اجمل، ولا تبخلون علينا من اللايك والاشتراك، اهم شيء اللايك لانه اللايك هو اللي يصعد الفيديو. الختاميه يم ابو سعد، اشكركم على هذا التفاعل وعلى هذا الحرص، وكنت اتمنى دائما ان التقيكم وان ازوركم في مضايفكم في بيوتكم في مجالسكم